السلام عليك عزيزي المشاهد. قبل سرد تفاصيل القصة استمع لهذه النصيحة. كن متسامحا ولا تنس من قدم لك معروفا، ولا تقدر ما تملكه من أشياء، وإنما قدر ما تملكه حولك من أشخاص. يجب أن تعلم أنه تحدث في الحياة من حولنا الكثير من الأمور التي لا يستوعبها العقل، وتواجهنا الكثير من الصعاب والأحداث المؤلمة، لكن لا يهم، فالمهم كيف نختار ردة فعلنا على هذه الصعاب. لا تخجل من أخطائك وأخطاء من حولك، فالكل بشر، ولكن اخجل إذا تكررت وزعم أنها من فعل القدر. فالحياة تتطلب ضرورة الوصول إلى اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب. لا تتأخر ولا تتسرع في اختيار القرار الصحيح، لأن القرار الناجح يعتمد على التقدير السليم كما يعتمد على المعلومات الموثوقة. وشكرا جزيلا من أعماق القلب لكل مشاهد ومتابع قناة نوافذ النجاح، ولكل من لم يضغط على زر الاشتراك أن يضغط عليه، جزاه الله خيرا في الدنيا والآخرة. ذات مرة كان هناك محامي يدافع عن زوج قتل زوجته وطمس كل الأدلة، حتى الضحية نفسها لم يترك لها أثرا. كان المحامي على يقين من براءة الزوج، حيث لم يتم العثور على دليل مادي على القتل، كما لم يتم العثور على جثة الضحية. وفي قاعة المحكمة، عندما كاد القاضي أن يصدر حكم الإعدام على الزوج لقتل زوجته مع سبق الإصرار، وقف المحامي يدافع عن الزوج. وقال للقاضي: من أجل إصدار حكم الإعدام على القاتل، يجب أن تكون جميع الأدلة واليقين التام الذي لا يقبل الشك متاحا للمحكمة بأن المتهم قد قتل الضحية. والآن سيدخل من باب المحكمة أقوى دليل على براءة موكلي، وهو أن زوجته ما زالت على قيد الحياة حتى هذه اللحظة. وقام المحامي بفتح باب المحكمة. على الفور تحولت عيون الحاضرين إلى باب الصالة، وسادت لحظات ثقيلة من الترقب والصمت، لكن لم يدخل أي أحد من الباب. وهنا تقدم المحامي إلى القاضي قائلا: الجميع ينتظر دخول المرأة المقتولة إلى المحكمة، الأمر الذي ينفي وجود إذانة كاملة من المحكمة بأن موكلي قد قتل زوجته، مما يلغي حكم الإعدام ويثبت براءته. صاح جميع الحاضرين في القاعة معربين عن إعجابهم الكبير بذهاء المحامي العبقري. لكن فجأة أصدر القاضي الحكم، وهو حكم الإعدام على المتهم بسبب توافر اليقين الكامل الذي لا يقبل الشك في أن المتهم قد قتل زوجته. اندهش المحامي. بدأت أصوات الحاضرين تتساءل عن مصدر هذا الحكم. فرد القاضي الذكي بكل بساطة عندما أشار المحامي إلى أن الزوجة ما زالت على قيد الحياة ولم تقتل، وأنها ستدخل من الباب. تحولت عيون الجميع إلى الباب في انتظار دخولها، باستثناء شخص واحد في الصالة لم يلتفت إلى الباب، لأنه كان يعلم جيدا أنها قتلت وأن الأموات لا يعودون، وهذا الشخص هو الزوج المتهم.